يلا بينا جونيور، تون كم المحور الثاني العالم ومن حولي، هل يمكن أن تعيش هنا؟ درسنا النهاردة بيتكلم عن نوع من الزواحف وهو الحرباء. تعالوا كده نشوف قصة الحرباء اللي معانا النهاردة ومين اللي معاها في القصة. في صباح يوم مشمس بالغابة، كانت السلحفاة تختبئ داخل بيتها وتراقب الغابة من بعيد. طيب امتى متى كانت السلحفاة تراقب؟ ها، في صباح يوم مشمس. طيب كانت السلحفاة تختبئ داخل ايه؟ بيتها. برافو. ماذا كانت تفعل السلحفاة؟ تختبئ داخل بيتها وتراقب الغابة من بعيد. يبقى أين كانت السلحفاة؟ كانت في الغابة. كانت ماذا كانت تفعل؟ تراقب الغابة من بعيد من داخل بيتها. طيب نكمل. فجأة رأت كائنا يشبه جذع شجرة بنيا يسير بحذر في البداية. فجأة رأت إيه؟ ماذا رأتها؟ كائنا مخلوقا يشبه يعني كمثل جذع شجرة، ها، بنيا لونه بني، يسير بحذر يعني بعناية في البداية. يبقى رأت ايه؟ رأت كائنا يشبه جذع شجرة. اين كان يسير؟ يسير في الغابة. كيف كان يسير؟ يسير بحذر في البداية. تعالوا نشوف ونكمل. صعد الشجرة وتحول للون الأخضر. يبقى الكائن ده طلع على الشجرة وتحول للون الايه؟ الأخضر. صعد يعني تسلق. يبقى ماذا حدث عندما صعد الكائن للشجرة؟ تحول للون الأخضر. بعد ذلك نزل على الرمال وتحول للون الأصفر، ورأت عينيه تلفان في كل اتجاه. يبقى عندما نزل على الرمال تحول للون الايه؟ الأصفر. أخذ لون الرملة الأصفر، وعينيه كانت عمالة تلف في كل إيه؟ اتجاه. عينيه كانت عمالة تلف في كل اتجاه. طيب معنى كده إن هو إيه؟ ها، بيتكيف حسب الإيه؟ حسب البيئة. يعني هو لما كان نزل على جذع الشجرة، ها، كان لونه بني. تسلق على الشجرة، ها، بقى لونه أخضر زي لون الإيه؟ أوراق الشجرة. نزل على الرمال بقى لونه أصفر زي لون أي الرمال. في حرف جر، أي حروف الجر من وإلى، أنو على، في فستهم حبتهم كلهم جر وراها كاف ولام وباء. صباح طبعا اسم جر بالألف واللام هتلاقي نفاد. يوم تنوين بالكسر، مشمس في حرف ساكن الشين. الغابة نفتكر أبقى حاجة خاف عقيمة، هنلاقي الغابة قمرية. السلحفاة شمسية تختبئ، هي فعل ايه؟ جرب السين، هتبقى مضارع. داخل ده ظرف. مكان بيتها اسم طبعا، شيل الهاء وحط البيت. وتراقب هو حرف عطف، تراقب فعل مضارع بعيد تنوين بالكسر. لو حرف عطف فجأة ده اسم. رأت فعل ماض، كائنا تنوين بالفتح يشبه فعل نوع مضارع. شجرة تنوين بالكسر. بنيا تنوين بالفتح. يسير فعل مضارع. بحضر بقى حرف جر وتنوين بالكسر البداية لام قمرية. ثم حرف عطف واو فاء وثم. صعد فعل ماض، فعل ماض. صعد يعني تسلق الشجرة لام شمسية، وتحول فعل ماض للون. اللام حرف جر جمعها ألوان، شجرة جمع الأشجار. صعد عكسها هبط، الأخضر لام قمرية جمعها الخضر. بعد ده ظرف. ذلك اسم إشارة. نزل فعل ماض على حرف جر الرمال، مد بالألف، تحول للون الأصفر. ورأت فعل ماض، عينيه كما عيونه تلفان، عكسها تثبتان. تلفان فيها مد بالألف في كل اتجاه، فيها مد بالألف اتجاه تنوين بالكسر. الظواهر اللغوية.
استخرج من الدرس ما يأتي لام قمرية، عندي الغابة البداية الأخضر، لام شمسية السلحفاة اللون الشجرة، مد بالألف صباح الغابة كانت، مد بالياء بعيد ويسير. تنوين بالكسر يوم مشمس بعيدا، تنوين بالفتح بنيا، الشدة السلحفاة بنيا تحول، السكون يوم مشمس السلحفاة. بوطة لغابة السلحفاة شجرة، فعل مضارع تختبئ تراقب يشبه، فعل ماض كانت رأت صعدة، اسم صباح يوم مشمس. العطف و وثم حروف الجر في والباء بالغابة ومن علامة الترقيم الفصل والنقطة. المفردات الغابة سلحفاة رمال حرباء شجرة طيور. شبكة المفردات بتطلع لي كلمات، الغابة بتفكرني بالإيه؟ بالسلحفاة بالرمال بالحرباء بالشجرة بالطيور. الكلمة خريطة الكلمة أربع حاجات، معنى مضاد نوع وجملة. يسير معناها يمشي والمضاد يقف، النوع فعل والجملة الولد يسير أحضر. مقاطع صوتية، ها يسير، ها اليأ لوحدها، أبص الأول في الباب، بص الأول لقيت السين تحتها كسرة هقفل الباب واخد السين مع الياء، شم مد وممدود اقفل الباب واخد الراء، ها يسيرو. اللي بعده اللون، اللام عليها شدة، جميل، شدة 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 تفك الحرف اتنين، اول ساكن تاني متحرك، الف واللام واول لام مع بعض، واو عليها سكون، يبقى اللام التانية واللام مع بعض اللي عليها سكون في الباب وناخد النون، ها اللوني. بعد كده اتجاه، ها التاء برضو عليها ايه؟ عليها شدة وكسرة، اخد اول تاء مع الالف، بعد كده التاء التانية تحتها كسرة، بعد كده هنقفل الباب ناخد الجيم مع الالف، جميل، وبعد كده الهاء تحتها كسرة، ها اتجاهن. رتب الكلمات الاتية لتكون جملة مفيدة. السلحفاة بيتها كانت داخل تختبئ، ها كانت السلحفاة تختبئ وداخل بيتها.